بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 27 من محاضرات دورة الفيجوال بيزك 2010 وربطها بقواعد البيانات أكسس 2007. عايزين نستكمل مع بعض البروجكت اللي احنا بدأناه. النهاردة إن شاء الله عايزين نطبق فكرة على البرنامج بتاعنا، وهي فكرة تصفية البيانات او فلتريشن. عايز اعمل تصفية البيانات من خلال طريقتين. الطريقة الاولى وهي طريقة مربع النص او من خلال مربع نص. طب والطريقة التانية؟ من خلال كومبو بوكس. يبقى انا كده عندي طريقتين. عايز ابدأ بالطريقة الاولى. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هفتح البروجكت بتاعي. اخر حاجة وصلنا لها المحاضرة اللي فاتت، لو انا روحت عملت F5 هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد. هقول له ادمن، اضغط انتر، سي بانل شو. ممكن اروح اعمل شو للبيانات داخل الداتا جريد. كل الفكرة النهاردة ان شاء الله ان انا عايز اعمل فلتريشن او تصفية للبيانات داخل الداتا جريد نفسها بطريقتين. فهروح هنا في المكان ده افضي مساحة لاتنين كنترول، واحد للتكست بوكس والتاني للكومبو بوكس. فايل اكزيت يس. هروح على الديزاين مود وابدا اوسع مساحه للاتنين كنترول الجداد. اول حاجه اروح اشتغل على التكست بوكس. بالنسبة للتكست بوكس ده هروح على البروبرتيز الخاصة بيه واديله نيم مميز txt search username. عايز اكتب الكود بتاع التكست بوكس ده، هضغط دبل كليك وفي الجزء ده هنا داخل الايفنت اللي اسمه تكست changed هكتب الكود بتاعي اللي هو يكون عبارة عن كول لسب. هعمل سب وفي الجزء ده هروح اعمل كول لسب. طب هو فين السب؟ يبقى هاجي هنا هروح اعمل كرييت لسب. السب ده يكون خاص بعملية الفلتريشن. فلتريشن طبعا باستخدام التكست بوكس. هسمي الصب ده اسم مميز، هقول له مثلا صب سيرش اندرسكور. انا عايز اعمل سيرش على اليوزر نيم اندرسكور تكست ايه تكست بوكس او تكست سيرش، خليها تكست بوكس. هو ده اسم الصب بتاعي طبعا اساسي. هيجي هنا في الجزء ده كده ده اسم الصب، هاخده كوبي وهنا هروح اعمل له كول. وبالنسبة للصب مفروض هنا هكتب الكود الخاص بالصب. طب فين الكود الخاص بالصب؟ انا مش هروح اكريت كود من اول وجديد. ممكن استفيد بالبوتن اللي احنا عملناه المحاضرة اللي فاتت.
اللي هو show user name and password. دبل كليك عليه. المحاضرة اللي فاتت عملت 2 sub، واحد خاص بالنورمال يوزر والتاني خاص بالادمنستريتور. هو ده الصاب الخاص بالادمنستريتور. ممكن اخد الصاب ده كده كله من اول تراي لحد اند تراي، اخد الصاب ده كده كوبي وبيست. هاخد كوبي وانزل تحت خالص. انا طبعا شغال على صاب اسمه سيرش اندرسكور يوزر نيم اندرسكور تكست بوكس. هنزل كده انتر واعمل كنترول في. اصبح عندي كود جاهز. كل الفكرة ان انا هعدل فيه بعض التعديلات. التعديل الاول موضوع الكلير الخاص بالداتا جريد هسيبه زي ما هو. دي جملة الكونكشن سترينج زي ما هي. جملة التست على الكونكشن سترينج، هل الكونكشن على الكونكشن، هل الكونكشن اوبن ولا كلوز. لو كانت كلوز روح افتحها. طبعا في كل مرة اكيد احنا بقى فهمنا المسألة ماشية ازاي، بروح اعمل عملية تغيير على جملة السيكوال اللي هي السيكوال ستيتمنت. انا هنا في جملة السيكوال بقول له ايه؟ بقول له روح اعمل لي سيلكت على اليوزر نيم والباسورد والبرميشن من انه جدول من الجدول اللي اسمه يوزرز. طب لحد الان تمام. انا مش محتاج الجزء الخاص بالاوردر باي، بالاوردر باي ايه، بيرميشن ديسندنج، هشيله وهضيف عليه جزء مهم جدا. سؤال، هو انت عايز تروح تعمل فلتريشن على ايه؟ على التكست بوكس. طيب عايز تعمل فلتريشن على ايه بالظبط؟ يعني على اليوزر نيم. يبقى هقول له هنا وير لما يكون ايه، لما يكون اليوزر نيم بي ايكوال. بي ايكوال ايه؟ بي ايكوال الكلام اللي انت هتكتبه داخل التكست بوكس. هروح اعمل علامة استفهام زي ما احنا اتفقنا، اللي هو الشغل بتاع البارامتر. مهم جدا جدا البارامتر. انا هبدأ تقريبا اشتغل كل شغلي بنسبة 99% بالبارامتر، لان طبعا في الغالب بسأل اليوزر، بسأله من خلال تكست بوكس من خلال كومبو عن الاختيار اللي هو عايزه، بيختار اللي هو عايزه وبعد كده بروح اعمل عنه مثلا فلتريشن او ابديت او ديليت او انسيرت وهكذا. فكل الفكرة هنا بروح اعمل عملية سيرش، بعملها بجملة سيلكت. هروح اجيب كل البيانات اليوزر نيم والباسورد والبرميشن من الجدول اللي اسمه يوزرز. لما تروح تلاقي ان اليوزر نيم الحقل ده بيساوي الايه، بيساوي الكلمة اللي انت هتكتبها داخل التكست بوكس. يعني انت تقصد بعلامة الاستفهام دي تكست بوكس؟ فعلا. يبقى انا هنا محتاج اروح اعمل عملية تفعيل للسطر ده اللي هو السطر بتاع البارامتر، ولازم طبعا اعدل فيه اليوزر نيم اهي وان اليوزر نيم. فاضل لك بقى تتأكد ان التكست بوكس واحد. لا، التكست بوكس هنا ليه اسم مميز اسمه txt txt search username. ما تنساش اسمه txt search username. الداتا ريدر زي ما هو. اروح اعمل اكسكيوت. لو روحت لقيت جاب بيانات من الداتا ريدر هروح اشتغل باللوب، مفيش اي مشكله خالص، هتجيب لي اليوزر نيم والباسورد والبرميشن، كل ده تمام. طيب الجزء بتاع لو روحت لقيت ان البرميشن واحد ديت برضو هسيبه زي ما هو. علشان استبدل ايه؟ علشان استبدل الزيرو والون. الزيرو هتكون نورمال يوزر والون هتكون ادمنستريتور. طبعا لو انت شلت الجزء ده هيظهر لك في الجدول زيرو وون. بالنسبة للاند يوزر او حتى الادمنستريتور الزيرو وون مش هتكون مناسبة لي. الافضل اشيل الزيرو واحط نورمال يوزر في نفس اسم المتغير، واشيل الوان واحط الايه، الادمنستريتور. في النهاية خالص اروح اعمل شو للبيانات بتاعتي داخل الداتا جريد. طبعا هنا الجزء الخاص بعملية الكلوز والديسبوز. هروح اقفل الداتا ريدر، هروح اقفل الكونكشن، هروح افضي بقى الميموري بتاعتي من اي ريسورسز قديمة مش محتاجها عن طريق الكون دوت ديسبوز وشرحناه بالتفصيل. اخر حاجة خالص موضوع الاكسبشن. لو ظهر لك ايرور ولا حاجة هتروح تشتغل على اكسبشن، يطلع لك مسج يقول لك عندك ايرور. هروح اعمل F5
الطبيعي يسألني على يوزر نيم وباسورد. في البداية هشتغل بأدمن، هقول له أدمن أدمن، هيفتح لي الفورم اللي هي المين فورم بتاعتي، هختار سي بانل شو، هاجي هنا واقول له انا عايز ادمن. اول ما اكتب ادمن كامله يظهر لك بيانات الادمن، اليوزر نيم والباسورد والبرميشن. طب شيل حرف الان، مش هيظهر لك حاجه. يبقى خلي بالك دي اول جزء عايزين نعالجوه. الجزء التاني لو مسحت كل البيانات المفترض يعمل لك ان فلتر. طب يعني ايه ان فلتر؟ يعني يظهر لك كل البيانات بدون فلتريشن، يعني كأني بالظبط بضغط على شو يوزر نيم اند باسورد. يبقى انا عندي حاجتين عايز اعالجهم، هعالجهم بخطوة واحدة بسيطة. طب تعال نتأكد، شريف الباسورد بتاعته فعلا 123. عايز تتأكد روح اكتب هنا شريف، لانك انت طبعا ادمنستريتور تقدر تعمل اي حاجة. انا شغال ادمن، هنا بيقول لي هنا ويلكم ادمن، انت ادمنستريتور وشغال على الفورم اللي اسمها شو باسورد اند ستيتس. هقول له شو، هيقول لي فعلا 123. الراجل ده ماله؟ نورمال يوزر. هقول له هند، طلع لي 3 9 وادمنستريتور. اكتب هنا هند واقول له شو، وهكذا. مثلا احمد راح اعمل له فلتريشن، اكتب هنا احمد. يبقى لحد الان احنا كده شغالين تمام. فاضل الجزء الخاص بعملية الانفلتريشن، والمسألة ان انا لو كتبت حرف الاي يجيب لك كل الناس اللي بحرف الاي، لو كتبت حرف الاس يجيب لك كل الناس اللي بحرف الاس. هقول له فايل واكزت ويس. المسألة بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيله. كل اللي هعمله طبعا زي ما اتفقنا، اهم جزء عندي بروح اعدل فيه الجزء الخاص بجملة السيكوال ولو كنت هشتغل بالبارامتر ولا لا. طبيعي جدا لو في جملة سيكوال رحت عملت علامة استفهام، طبيعي جدا مع كل علامة استفهام هتروح تعمل بارامتر. يعني لو انت عندك في جملة سيكوال هنا 3 علامة استفهام، يبقى انت عندك هنا 3 بارامتر. يبقى لازم اعمل من السطر ده كوبي مرتين، يبقى عندي 3 سطور بارامتر. طيب في المثال بتاعنا انا هنا بقول له ايكوال، ايكوال بيروح يجيب لك النتيجة exactly زي ما هي بالظبط. طب ما احنا متفقين انا عايز اروح اكتب حرف الايه يجيب لك اي حد بحرف الايه، يبقى ما ينفعش معاك ايكوال، ينفع معاك لايك. طب لحد الان تمام، انت كده عالجت لي الجزء بتاع الايه لو كتبت الايه ويجيب لك بقيه الايه الحروف. مثلا احمد علي هتكتب حرف الايه يجيب لك بقيه الايه الكلمه. لكن فاضل حاجه مهمه جدا، انك انت المفترض طالما كتبت حرف الايه بقيه الحروف ايا كانت ده بقيه الحروف. طب ايا كانت تكتبها ازاي؟ هتروح تعمل بلس تمام في الجزء ده كده ما بين علامه الاستفهام وعلامه الدبل كوتيشن. بعد البلس تروح تعمل 2 سنجل كوتيشن وتحط ما بينهم علامه البرسنتج. يبقى هو ده الجزء اللي احنا عدلنا فيه. روح هات لي كل البيانات بتاعه اليوزر نيم والباسورد والبرميشن من جدول اليوزرز. لما تلاقي اليوزر نيم لايك البارامتر وبعد كده بلس ما بين 2 سنجل كوتيشن، روح اعمل علامه البرسنتج. يعني لايك اي حرف وليكن مثلا حرف الايه وبقيه الحروف اكتبها انت من عندك. فلو عندك علي وعندك احمد وعندك مثلا امين كلهم بيبداوا بحرف الايه، تكتب حرف الايه يجيب لك كل الايه اليوزرز اللي بيبداوا بحرف الايه. هروح اعمل F5 واقول له ادمن والباسورد برضو ادمن، اضغط انتر يعمل لود، يخفي الفورم بتاعت اللوجن ويظهر لي الفورم بتاعت الايه المين بروجرام بتاعي المين فورم اللي هي فورم 2. سي بانل واروح اظهر فورم 3 شو باسورد اند ستيتس. هاجي هنا هكتب حرف الايه يجيب لك كل الناس اللي بحرف الايه، امسح يجيب لك كل البيانات. يبقى انا كده الحمد لله عالجت المشكلتين الايه المشكلتين اللي قبلونا. هقول له اس يجيب لك كل الناس اللي بحرف الاس. طب انا عايز اس اتش،
طب ما كله باس اتش. طب اس اتش اي يجيب لك شريف وشيرين، طب اس اتش اي يجيب لك شادي، امسح كله يجيب لك كل البيانات. عايز حرف ال ان، قال لك ناجي ونجلاء وناهد. طب عايز ان اي جي يجيب لك ناجي ونجلاء. طب ان اي اتش يجيب لك ناهد، امسح كل البيانات يروح يعمل لك انفلتريشن. يبقى لحد الان الحمد لله احنا خلصنا موضوع الفلتريشن باستخدام التكست بوكس بنفس الطريقة تقريبا، ولكن مع بعض التغييرات البسيطة جدا. عايز اروح اعمل نفس الموضوع ولكن على كومبو بوكس، عايز اروح اعمل نفس الموضوع ولكن على كومبو بوكس. طبعا المكان بتاع الكومبو بوكس جاهز، هروح احط الكومبو بوكس هنا في الجزء ده. طب سؤال، هو انت هتشتغل برضو الكومبو بوكس على اليوزر نيم؟ لا بقى، عايزين نعدل. كفاية يوزر نيم من سهل جدا اقدر اجيبه من خلال كذا حاجة. يعني ممكن اجي هنا اكتب ادمن، لو انا عارف اليوزر نيم بروح هنا اجيب الباسورد واجيب الايه البرميشن. هنا هكتب اي حرف يروح يعمل لك فلتريشن عن طريق اليوزر نيم. امال انت في الكومبو عايز تشتغل على ايه؟ في الكومبو بوكس انا عايز اشتغل على حاجة مهمة جدا. لو رحت بصيت على الجدول كده هتلاقي ان النورمال يوزر والادمنستريتور، لو انت مثلا عندك هنفترض اللي بيستعمل البرنامج ده في شركة كبيرة جدا مثلا 100 موظف ولا حاجة بيستعمل البرنامج دوت، فانا مش عارف مين فيهم النورمال ومين فيهم الادمنستريتور. طب وانت عايز تعرف ليه؟ احتمال تلغي حد فيهم، فبدل ما تلغي من 100 لا الغي مثلا من 25 افضل. فالافضل انك انت الاول تروح تعمل عملية ترتيب. طب ما احنا عملناها اهو، لو رحت عملت شو لكل الناس هيروح يعمل لك عملية ترتيب، هيجيب لك الادمنستريتور والنورمال. لا انا عايز بقى اشيل النورمال لوحدهم واشيل الادمنستريتور لوحدهم. يبقى خلصت الكلام ان انا هستعمل الكومبو لعملية تصفية للبرميشن، هستعمل الكومبو لعملية تصفية للبرميشن الكومبو بوكس. هقول له فايل واكزيت ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، ونبدأ نشتغل على الكومبو بوكس. هروح على الديزاين، طبعا فورم 3، ادي الكومبو بوكس، هروح اسحبه على الفورم بتاعي في مكان مناسب يدل عليه، يعني تيجي مثلا هنا واضح قوي ان انا شغال على الايه البرميشن. كل الفكرة ان انا عندي اختيارين، يا اما ادمنستريتور يا اما نورمال يوزر. يبقى لازم تروح داخل الديزاين مود على البروبرتيز الخاصة بالكومبو بوكس، واول حاجة تفكر فيها تديله اسم، هسميه مثلا سي بوكس سيرش مثلا، هروح اعمل سيرش من خلاله سي بوكس سيرش للبرميشن. ده اسم مناسب علشان افتكره بس. وهنزل تحت هنا عند الايتمز واروح اضيف اتنين ايتمز. الايتم الاول هيكون ادمنستريتور، وخلي بالك اكتب الكلمة صح لانك هتحتاجها في الشغل بتاعك، هتعمل فلتريشن بناء على الكلام اللي انت تكتبه هنا ده. فانا هنا كاتب ادمنستريتور وكلها ايه سمول، وبعد كده نورمال، نورمال مسافة يوزر، واقول له اوكي. لو رحت عملت F5 هيطلب منك يوزر نيم وباسورد، ادمن. هتكون كل الفكرة كالتالي، هختار سي بانل شو. كل الفكرة كالتالي، هاجي هنا عندي اختيارين، بناء على الاختيارين دول هروح اعمل عملية فلتريشن. هظهر الداتا جريد، الشخص الادمنستريتور بس هيظهر لي في الداتا جريد، والشخص النورمال هيظهر لي في الداتا جريد. على فكرة ممكن تعمل المسألة دي في مواضيع كثيرة جدا. يعني ايه؟ مثلا فاتورة، مثلا انفويس، الانفويس دي تم تحصيل قيمتها، ممكن تعمل فلتريشن بناء على مثلا اختيارين يس ونو، فعلا تم تحصيل قيمتها او لم يتم تحصيل قيمتها، شركة كبيرة جدا
والشركة دي بتستعمل بفواتير يومية كثيرة جدا، وليكن مثلا 300 400 فاتورة في اليوم. في فواتير تم تحصيلها وفي فواتير لم يتم تحصيلها. ممكن أعمل الاختيارات بتاعتي زي ما انت شايفين، فاروح أعمل فلتريشن بناء على قيمتين أو أكتر. طبعا أنا هنا عندي قيمتين، يا إما الشخص يكون أدمنستريتور يا إما يكون نورمال يوزر. وزي ما اتفقنا مهم جدا تكتب الكلمتين دول صح، علشان خاطر ممكن لو انت كتبتهم غلط هيروح يعمل فلتريشن على كلمة مش موجودة عندك أصلا داخل الايه الجدول. هقول له فايل واكزت وابدأ اكتب الكود بتاعي. كل القصة ان انا الكود اللي انا كتبته هنا داخل التكست بوكس ممكن استفيد منه، يبقى دبل كليك على التكست بوكس وعندي الصب ده، ممكن اخد الصب ده زي ما هو كوبي بيست زي ما هو كده، اللي هو الصب بتاع سيرش اندر سكور يوزر نيم اندر سكور تكست بوكس، واخده زي ما هو واعمل عملية تعديل بسيطة. طبعا من اول صب لحد كلمة اند صب، من صب لحد اند صب. انا كده خدت منه كوبي، وهاجي هنا هنزل تحت اروح اعمل بيست، من الطبيعي جدا يطلع لك ايرور. هو فين الايرور ده؟ اهو. طب ليه؟ ده انا عملت كوبي بيست بس، لانك انت عندك اتنين صب بنفس الاسم ما ينفعش. يبقى هنزل على الصب الاخير اللي انا اشتغلت عليه ده واقول له سيرش بدل التكست بوكس، هشتغل على الايه الكومبو بوكس. تمام، يبقى انا كده فعلا غيرت في اسمه، بدل اليوزر نيم هشتغل على البرميشن. يبقى انا كده عندي فعلا صب جديد هو ده الاسم بتاعه، ممكن اخد منه كوبي احتفظ بيه. الصب اسمه سيرش اندرسكور بيرميشن بيرم اندرسكور سي بوكس. هروح على ديزاين دبل كليك على الكومبو. الكومبو ده هيشتغل بايفنت اسمه سيلكتد اندكس تشينجد، يعني لو اخترت اي حاجة من الكومبو بناء على الاختيار ده هيروح ينفذ الكود اللي هنا. هو ده الكود اللي هيروح ينفذه مع كل اختيار. اول ما تختار اي عنصر من عناصر الكومبو بوكس يروح ينفذ الكود اللي تحت ده. طب هو انت هنا محتاج تعمل ايه؟ انا هنا محتاج اعمل كول للصب الخاص بمين؟ بالكومبو، الكومبو بوكس. طب هو فين؟ ما انت واخد منه كوبي بيست، اسمه سيرش اندرسكور بيرم اندرسكور سي بوكس. يبقى لحد الان تمام. طب انت مش محتاج تعدل في الصب ده، انت مش واخده كوبي بيست زي ما هو، مفيش مشكلة. طب انا عايز اروح ادور عليه زي ما اتفقنا، رايت كليك على اسمه واروح اعمل جو تو ديفينيشن، فعلا هينقلك على الصب. عايز اروح اعمل بعض التعديلات البسيطة. كل الفكرة طبعا زي ما اتفقنا، انا اول حاجة بروح ابص عليها جملة الايه السيكوال. اذا انت ممكن تاخد كوبي بيست وتشتغل بالكوبي والبيست من ملفات اشتغلنا بيها قبل كده، وكل تعديلك في الغالب هيكون على جزئين، جملة السيكوال والبارامتر وعملية بس اظهار الداتا اللي هو الجزء الخاص مثلا بدو ووايل. ده الداتا هيظهر لك ايه؟ هيظهر لك يوزر نيم باسورد بيرميشن جزء منهم، هي دي كل الفكرة. طيب بالنسبة لجملة السيكوال تعال نبص لها كده بصة ونبدأ نشتغل عليها. السيكوال ستيتمنت بيقول لك يروح اعمل سيلكت على اليوزر نيم وعلى الباسورد وعلى البرميشن من جدول اليوزر. تمام، لما تلاقي اليوزر نيم، هو انت اصلا شغال باليوزر نيم؟ لا، امال انت شغال بايه؟ شغال بالبرميشن. طب سؤال، هو البرميشن فيه لايك؟ لا ما فيهوش لايك، انا مش هشتغل بجزء من البرميشن. ما هو عندك اختيارين، يا اما ادمنستريتور يا اما نورمال يوزر، يبقى اشتغل بايكوال. يبقى انت مش محتاج الجزء بتاع بلس اكيد والبرسنتج ده، هي دي كل الفكرة. لما تروح تلاقي البرميشن البرم بي ايكوال علامة الايه الاستفهام ديت، يبقى انا اكيد محتاج بارامتر. يبقى الجزء الاخير ده كله لازم تعدل فيه. ليه؟ لاني اصلا مش شغال بتكست بوكس، امال انا شغال بايه؟ انا شغال بكومبو. طب اسمه ايه؟ اسمه سي بوكس، اسمه سي بوكس سيرش بيرميشن. محتاج طبعا منه النص اللي انت هتختاره، يبقى دوت تكست. هي دي كل القصة، همسح التكست بوكس واكتب بداله
الايه ال permission ال combo box بتاع ال permission. طيب لحد الان كده المفترض كده ان احنا كده خلاص خلصنا. هروح اعمل F5 واقول له ادمن ادمن واضغط انتر. هقول له سي بانل وشو، اجي هنا اقول له عايز الادمنستريتور، او اقول له عايز هنا النورمال يوزر. طيب ما هو في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ انت بتروح تعمل سيرش على الادمنستريتور وبتروح تعمل سيرش على النورمال يوزر. طب هو في الجدول اصلا بتاعك الاصلي في حاجة اسمها ادمنستريتور ولا نورمال يوزر؟ لا. يبقى المفترض اول ما تيجي تعمل سيلكت يروح بقى يعمل عملية عكسية. فاكرين المسألة اللي لما جينا احنا اشتغلنا هنا داخل الداتا جريد وقلنا بدل ما نظهر الزيرو والون نظهر نورمال يوزر وادمنستريتور؟ نفس الفكرة بس بطريقة عكسية. يعني لما اجي بقى اختار ادمنستريتور يروح يحولها لي الون، ولما اجي اختار نورمال يوزر يروح يحولها لي لزيرو، علشان يبحث يبحث فعلا. يعني ايه؟ عشان تتأكد روح على الجدول بتاعنا اللي هو داخل الداتابيس ديت. الباسورد 123، جدول اليوزرز اهو، البرميشن 01، ما عنديش ولا ادمنستريتور ولا عندي ايه نورمال يوزر. طب الكلام ده كده تمام. هروح على البروجكت بتاعي داخل الديزاين واروح اعمل دبل كليك على الكومبو. الكومبو بوكس ده في الجزء ده قبل ما تروح تعمل كول للسب لازم تعمل حاجة معينة، ألا وهي ايه؟ هقول له عايز اروح اعمل مسج بوكس، مسج بوكس، واجي هنا اقول له سي بوكس سيرش بيرميشن دوت تكست، واجي كده هنا اروح اعمل اكزيت للسب، او بلاش اكزيت للسب، هو عباره عن كود واحد ممكن اعمله كومنت. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا اتفقنا مع كل اختيار من الكومبو بوكس هيروح ينفذ الكود اللي هنا؟ طيب انا كل الفكره عايز اطلع مسج بوكس واعرف هو اختار ايه، الدوت تكست اللي اختاره، النص اللي اختاره. هروح اعمل اف 5 واقول له ادمن ادمن. على فكرة انا حريص ان انا اشرح الجزء ده بهدوء لان الجزء بتاع الكومبو بوكس مهم جدا وممكن تعمل بيه فلتريشن على بيانات كتيرة داخل البروجكت بتاعك. هقول له شو باس اند ستيتس، واجي هنا لو اخترت ادمنستريتور هيطلع لك ادمنستريتور. شفتوا بقى؟ يبقى انا بروح اعمل سيرش على ادمنستريتور. طب وهنا النورمال يوزر بيروح يعمل سيرش على النورمال يوزر داخل الجدول، واصلا ما عندوش اي حاجة اسمها نورمال يوزر، ده عنده 01. يبقى كل الفكرة لازم بقى اعمل عملية تحويل عكسي زي اللي احنا عملنا المحاضرة اللي فاتت او اللي قبلها ولكن بشكل مختلف. يبقى هاجي هنا هروح اعمل كومنت للايه للسطر ده، السطر بتاع المسج بوكس، وهقول له ايه لو رحت لقيت ان السي بوكس سيرش بيرميشن دوت تكست جاب لك ايه؟ جاب لك الكلمة اللي اسمها ادمنستريتور، او خليه بدل يساوي خليه لا يساوي. واتفقنا ان احنا نكتب نفس الكلام اللي هنكتبه هنا هو هو نفس الكلام بتاع الايتمز. يعني لو رحت على الفورم كده وقفت على الكومبو ورحت على البروبرتيز وقلت له ايتمز يفضل تاخد الكلمة دي كوبي بيست، عشان لو غلطت في حرف هتحصل مشكلة. واقول له كنسل واجي تاني على الكود دبل كليك على الكومبو، واجي هنا احط الكلمة بتاعت ادمنستريتور بيست.
يبقى لو رحت لقيت ان الدوت تكست بتاع الكومبو بوكس لا يساوي ادمنستريتور، يبقى انت كده بتتكلم على نورمال يوزر. طب لو قلت له else يبقى انا اكيد كده بتكلم على ادمنستريتور، صح كده؟ طب لحد الان تمام. طب بالنسبة للشخص النورمال، بالنسبة للشخص النورمال هتعمل معاه ايه؟ هخلي السي بوكس سيرش بيرميشن دوت تكست في الحالة دي بتساوي ايه؟ اكيد انت عارف النورمال بكام؟ النورمال بزيرو، صح كده؟ طب والادمنستريتور بون. هي دي كل الفكرة، عملت عملية احلال او استبدال. لو انت رحت اخترت وطلع لك ادمنستريتور، استبدل كلمة ادمنستريتور بون، يبقى يروح يسيرش بون. ولو كان نورمال يوزر روح يعمل الايه الدوت تكست خليه بزيرو، يبقى يروح يسيرش فعلا بزيرو. طبعا في كل حالة من الحالات لازم تروح تعمل كول لمين؟ للصب. يعني خلاص عملت عملية احلال، تعال هنا واعمل بقى كول للصب، صح كده؟ هاخد السطر بتاع الكول بتاع الصب زي ما هو كده بالكومنت بتاعه، وانزل هنا اعمله بيست. يبقى لو رحت لقيت ان الدوت تكست ادمنستريتور، روح بدل لي الادمنستريتور بزيرو. لو رحت ما لقيتهاش ادمنستريتور يعني نورمال يوزر، روح بدل لي النورمال يوزر بزيرو، وبعد كده اعمل لي كل الصب. العكس لو رحت لقيتها ادمنستريتور، بدل الادمنستريتور بوان وروح اعمل كول للصب. هروح اعمل F5 واقول له ادمن والباسورد ادمن، هيروح يفتح السي بانل ويروح يعمل شو. هاجي هنا اقول له عايز الادمنستريتور، يجيب لك الادمنستريتورز بس. طبعا بدل الادمنستريتور بوان وهنا هيشتغل بالزيرو نورمال يوزر زي ما انت شايفين. بروح اعمل فلتريشن عادي جدا ومفيش تعارض مع الايه التكست بوكس. هقول له انا عايز شريف اس اتش، يجيب لك كل الناس اللي باس اتش. عايز ناجي، عايز احمد، عايز ادمن، عايز كل الناس اللي بحرف الايه، وهكذا. اعمل يعني تفريغ للتكست بوكس، يجيب لك كل الايه البيانات ان فلترد. نفس القصة، عايز ادمنستريتور، عايز نورمال يوزر، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا انا منتظر منكم سؤال، احنا كده فعلا خلصنا التكست بوكس وخلصنا الكومبو بوكس. منتظر منكم سؤال، الراجل بتاع النورمال يوزر ماله؟ تعالى كده عشان نتأكد هو ايه وضعه. لو رحت عملت F5 واشتغلت بشخص عادي شريف والباسورد 123، ده راجل نورمال مش ادمنستريتور على البرنامج. عرفت منين؟ اهو اول حاجة بيظهر لك فوق في التايتل بار بتاع المين فورم. طبعا احنا عملنا معالجة للكود ده قبل كده من زمان، اللي هو المي دوت تكست بي ايكوال، واسم الفاريبل كان لوجن اندر سكور يوزر نيم، واشتغلنا باللوجن اندر سكور برضو بيرميشن. ويلكم شريف، ده النورمال يوزر، جميل. سي بانل شو، واضح ان النورمال يوزر يقدر يعمل فلتريشن. هقول له ايه؟ يجيب لي كل البيانات والادمنستريتورز كله. هقول له عايز الادمنستريتور، يجيبهم لي، عايز النورمال، يجيبهم لي. يبقى احنا لازم نعالج الموضوع دوت. اول حاجة عايزك تعملها هتروح على الديزاين، واروح اعمل دبل كليك على الفورم، هيشغل لي الفورم لود. فاكر في الفورم لود في المحاضرة اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا اشتغلنا على المسألة ديت، ولكن عملنا معالجة لكود تاني. لو رحت لقيت ان البرميشن لا تساوي واحد، يعني انت قصدك ايه لا تساوي واحد؟ يعني الراجل ده ماله؟ نورمال يوزر. فاكر لما خلينا التكست بوكس ريد اونلي بحيث ان هو ما يكتبش في اي حاجة خالص، يبقى بالنسبة له ريد، ادي حاجة، وفي نفس الوقت تجبره على كتابة ايه؟ على كتابة الاسم بتاعه
مش هو اللي يكتبه، ده البرنامج هيكتبه نيابة عنه، وهو ما يقدرش يكتب فيه اي حاجة، علشان لو راح ضغط على الزرار يروح يعمل له شو للايه، للباسورد الخاصة باليوزر نيم بتاعه. طب ما تيجي كمان نضيف الجزء الخاص بعملية الفلتريشن داخل نفس الكود، لانه برضه بينطبق عليه نفس الايه، نفس الموضوع. لو الشخص كان نورمال يوزر، بالنسبة بقى لعملية الفلتريشن هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مع الراجل ده؟ انتوا متوقعين ايه؟ متوقعين طبعا ان الكومبو بوكس يتقفل خالص. الكومبو بوكس دوت انيبل خليه بفولس، ادي اول حاجة. طب وبالنسبة للتكست بوكس، التكست بوكس هتعمل فيه ايه؟ هل ينفع في التكست بوكس انك انت تروح تعمل فلتريشن ويكتب حرف ال A وحرف ال B وهكذا؟ لا، ممكن التكست بوكس مثلا برضو تخلي نفس الفكرة، تقول له سي بوكس سي تي اكس تي سيرش يوزر نيم، تي اكس تي سيرش يوزر نيم دوت تكست، خلي التكست سيرش يوزر نيم دوت تكست يكون في نفس السطر اللي فوق، يكون في اسمه، يبقى يروح يعمل فلتريشن على اسمه. وقبل ما تعمل المسألة ديت خليه ريد اونلي، يعني نفس الفكرة تقريبا اللي احنا عملناها معاه في موضوع الشو الخاصة بالباسورد. يبقى هاجي هنا واقول له دوت انيبل بتيكوال برضو فولس، ولكن طبعا هكتب اسمه عشان يروح يعمله فلتريشن على طول. هروح اعمل F5 واقول له شريف 1 2 3 واضغط انتر سي بانل، واروح اعمل شو زي ما انت شايفين. مش من حقه ابدا يروح يعمل فلتريشن. طب ليه؟ انا ممكن اخلي النورمال يوزر يشتغل في اي مكان، لكن السي بانل لا. يعني انت كل اللي انت عايز تقوله ان السي بانل بالنسبه للنورمال يوزر هتقفلها له فعلا، لكن يقدر طبعا يدخل فاتوره، يقدر يطبع فاتوره، يقدر مثلا يتعامل مع عميل، يحط بيانات عميل، يعمل انسيرت، يعمل ابديت، يعمل ديليت، طبعا في حدود المسموح ليه. لكن السي بانل في الشغل بتاعنا خطيره جدا. ليه؟ ممكن هو نورمال يوزر يدخل يدي لنفسه بيرميشن ان هو مش نورمال، وطبعا الكلام ده هنشرحه، انك انت ممكن تخلي يوزر بدل ما هو نورمال تعمل له ابجريد، يبقى روح اعمل ابديت للداتا بتاعته، هنعمل ابديت داخل الفورم ديت، وهنعمل انسيرت، وهنعمل ديليت، وهكذا. فمشكله جامده جدا انك انت تدي النورمال يوزر حقيه ان هو يروح يعمل فلتريشن ويروح يعرف الباسورد بتاعت الناس، لا ما ينفعش. هنعمل طبعا ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه هنبدا نشتغل على بقيه الايه، المنيو اللي فوق ديت. هعمل مثلا منيو خاص بالكاستمر، منيو خاص بالانفويس، منيو خاص بالسبلاير، منيو خاص بالاوردرز، بالبرينتنج، وهكذا، بطباعه التقارير. الحاجات دي نشرحها مع بعض، ولكن الهدف من كل المثال بتاعنا لحد الان ان انا في السي بانل بفرق في المعامله ما بين الادمنستريتور والنورمال يوزر. النورمال يوزر زي ما انتم شايفين ما يقدرش يعمل حاجه ابدا، هيروح يعمل شو، هيقول له انت شريف نورمال يوزر، اروح اعمل شو، يقول له الباسورد بتاعتك اهي، ده اقصى حاجه ليك. لكن لو رحت قلت له فايل ورحت عملت اكزيت ويس ورحت عملت F5، المفترض ان يكون الشخص الادمنستريتور مثلا احمد ما يديش الباسورد بتاعته لحد 3 خمسات، ولو حد عرفها طبعا المفروض ان هو يروح يعمل لها عمليه ابديت، وهعرفكم الابديت اتعمل منين. سي بانل، واروح اعمل شو، يكتب اسم اي حد، يكتب ادمن ويقول له شو، يطلع له الباسورد، لان الراجل ده مين؟ ادمنستريتور فوقه. لو كتب حرف الايه يجيب له كل الناس بحرف الايه، لو مسح الحرف يجيب له كل الداتا جريد. كاني بعمل ايه؟ عمليه شو، بس هنا الشو هنا مختلفه شويه، بيروح يعمل عمليه ايه؟ تنظيم للبيانات. عايز تنظيم اكتر، هات لي الادمنستريتور لوحده، وهات لي النورمال يوزر لوحدهم، وهكذا. الراجل طبعا يعرف يعمل اي حاجه اللي اسمه احمد، علشان هو مكتوب فوق ايه؟ ادمنستريتور. لحد الان يكون انتهى درسنا النهارده. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نتكلم عن موضوع الابديت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.